طبعا جيت اشتري حذاء للشتاء، انا عندي بس عجبني واحد، خليني اراويكم اياه. طبعا هاي الاحذيه انا عجبني هذا، زين راح اخذ من عنده. وشفت هذا يمه كلش حلو، جاب لي اياه سمتاني، هذا نجيبه. اخذت هذا، شو رايكم؟ حلو. جينا ناخذ واحد، اخذنا اثنين. طبعا حرامات ما موجود عندهم. قال لي المشكلة وين؟ من اسوي الاسكان بالمخزن يقول لي وين اروح القاه، هذا ما قاعد القاه. زين اوكي، راح اروح اونلاين اطلبه ونشوف. طبعا جربت قياس 9، انا البس 8.5، شوي كبير كلش دافي. بعد ما ندري هنا مبين دافي شلونه بالثلج، صور ما ادري بعد، ان شاء الله يطلع دافي. طبعا جيت القسم الثاني، شوف شنو لقيت. لقيت هنا موجود، خليني ادور على قياس اريده. طبعا شوف ليش ما لقى، لان هنا اكو 8، اكو غير لون توي شفته 8.5. خلنا ناخذ ان شاء الله. شو رايكم بالله؟ بشكل اقلي ما ادري، بس هو للشتاء لازم هالشتاء نشوفه حلو، ان شاء الله يدفي. خليه هنا، هو قسمه هناك. شو رايكم بيه بالله؟ شو رايكم بشاري شلونه؟ جيت اشتري حذاء واحد، اخذت اثنين. يلا بوت رياضه واحد، مو رياضه بس يعني ترانشوز. تعالوا نروح نحاسب. خلصنا طبعا، نشوف نروح نجربهم. طبعا بلشت تنزل ثلج، الوذر حلو، جو ناس كثيرة ما تحبه هيك، بس يلا اللي يتعلم عليه يحبه. شوف السيارة شنو هاي، عندنا ما صارت صدق.